شو بتقول يا ابو عواد؟ بتتمهزى علي؟ وشرفك وشرفي افراش لشرفك. اول العام صارت صلحه باحسن اوتيل من اوتيلات هالبلد، كنت حاضرها بل وكنت على راس الجاهه كمان. وشو مالك على المعمول هي المعلوم هذا؟ يا زلمي قلبي نقزني منه، سمعت عنه كلام مش طيب. يا سيد ابو راشد، يوم انه جميل يكون مليونير وبده نخطب له ولا نجوزه، منحجز له بصالة ضخمة كبيرة من اللي بتحكي عنها، وبنستورد له ضفادع مقلية. منين؟ من اوروبا، وبيش وبالطيارة. اما ابو عواد مشان الله بالهدا ولا تخرب الطابق. اسكت يا جميل، القضية بطلت قضيتك، القضية صارت قضية الحارة كلها. اسمحوا لي بكلمة يا جماعة، ليش ما نروح كلنا على بيت أسعد ونبوس راسه وخلص؟ شوف خيو، الوجوه ما بيقبلوا، لازم تكون الصلحة في بيت محايد. وإيش بدهم كمان؟ ولازم تكون جاهة تلوق بمقامهم. وهذه الجاهة قديش بتعد يا حضرة أبو راشد؟ يعني بدك تقول مش أقل من 30 شخص. 30 شخص وأسعد وجماعته 30 شخص، هي صاروا 60، صحيح؟ معلوم معلوم، يعني هيك شي تقريبا. يعني هذول 60 أبدهم مش يتغدوا يا حضرة أبو راشد؟ معلوم معلوم، ها بدك تسقيهم شاي؟ يا سيد فواز، احسب لي على الورقة والقلم قديش غدا اكسترا بكلف ل60 شخص. والله يا عمي بدك تقول يعني 200 دينار. يا خراب بيتك يا جميل. الله لا ينطيك العافية يا جميل. اسكت يا مرزوق. وبعدين يا حضرة ابو راشد، شو بشوف مش عاجبك كلامي؟ لا عاجبني ونص والله يا ابو راشد، بس عاد احنا بدنا نحسب واحد وواحد قديش بيساووا. هسع اسعد وقرايبه بدهم قروش كمان غير الغداء. معلوم بدهم، بس انا مستعد اقنعهم انهم يسووا الصلحه بالقهوه. بالاول بيجي اسعد وقرايبه وبقعدوا على القهوه مع كفيل الوفا، بعدين باجي انا وياك ومنفوت عليهم منسلم عليهم ومنطلب منهم السماح. ما جاوبتنيش يا ابو راشد، هسع الجماعة بدهم قروش غير اللي دفعهن جميل بالمستشفى؟ معلوم بدهم. قديش بدهم؟ بدهم 300 دينار ندفع لهم إياهن بيننا وبينهم مشان ما يخضوا قدام الناس. وانت يا حضرة أبو راشد المحترم قديش بيطلع لك من هين؟ أنا أعوذ بالله أعوذ بالله، أنا فاعل خير لوجه الله تعالى. وما دمت فاعل خير لوجه الله، ولويش بتطلب من القاروط الطفران جميل 100 ليرة؟ أنا يا جميل؟ وحتى قلت له هذول مصاريف جيبه ومصاريف جاهة وجاهة، يا زلمة بتفكرنا هبايل احنا؟ باطل باطل، أنا الحق علي اللي جيتكم. ما هو يا أبو عواد. اسكت يا مرزوق اسكت. اسمع، انت منو اللي قال لك تدخل حارتنا النظيفه وتوسخها؟ باطل باطل، هي لحقت لهون والله لا دفعك عليها اي حق عرب. روح اعمل بدك اياه، والله اذا بتدخل الحاره غير اجرك اكسرها قب من وجهي. باطل باطل، ومن هالشارب لقلب هالصلحه على روسكو. معلوم معلوم. اي روح بلط البحر واللي بيطلع بيدك، روح شي غاد.